السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الحلوه بسيطه. يعني هاد الايام كنعطيكم حلويات مبسطه اللي غادي يكونوا هذا. عندي جوز الهند، يعني الكوكو، وعندي هاد الشكلاط، وعندي الشكلاط هذا اللي الناس اللي باغيين ياخذوه يا كناخذو من ليدل كيعجبني، وكاين هذا الاخر هذا الحار، وهذا اللي ديال الحليب ولكن هو في هذا اللون هذا ماشي بيض، في هذا اللون هذا. وعندي حك ديال نيسلي، هذا بارورة معروف عند كل واحد. نشوف الغرام شحال فيه بلا ما ندير انا دابا الغرام، لانني غادي ندخلو انا كله مع هذا الكوك. شحال ما غادي يجمع لي هذا الكوك هذا، من بعد القياس اللي عطاني غادي يكون هو اللي غادي نصوب به. من بعد غادي نحتاجو هذا المول هذا اللي هو غادي ندير به جوج اشكال. عندي شكل اللي غادي ندخلو في هذا المول هذا، وعندي شكل اللي غادي ندير له كويرطات، وهذا اللي غادي نزوق به هو الشكلاط ديال الدويدات. هذا راه تاو تيتباع في المحلات التجاريه، واللي ما كانش عنده يقدر يعوضو بكاوكاو ولا النوا مهرمش، المهم على حسب اللي عنده في الدار. ما نحتاجوش نقولو حيت حيت حنا اصلا غادي نذوبو هذا في حمام مريم، وغادي نغطسو فيه هذا الكوك اللي قلت لكم. دابا غادي نوريكم الطريقه، غادي ندوزو غادي نديرو هادو، غادي نديرو في حمام مريم اللي عندنا. غادي ندير الكاسرونه من التحت، غادي ندير فيها هاد الشكلاط هذا غادي يدوب. اللي غادي ولا اللي عنده ميكرووند يديرو في ميكرووند، يدير معاه واحد نغيزه شويه ديال الزيت باش تبقى له رطبه العجينه، باش ما تجيش قاصحه. ضروري كنرطبوها باش تجي في العدار طريه. دابا غادي ندوبهم ونرجع لكم. الشكلاط ما قلت لكمش بانني عندي ثلاثة ديال الباكيات، 300 غرام ديال الشكلاط اللي هي الحليب، و 300 غرام ديال الشكلاط هذا. بركه عليكم باش تجيكم الكميه متعوطه، ماشي بزاف ماشي قليله. هذا هو الشكلاط اللي غادي ندخل دابا. رجعت باش نقول لكم القياس، يعني كل باكيه راه فيها 100 غرام، يعني 300 غرام من هذا الاحمر و 300 غرام من الزرق. صافي هادو هاني ذوبتهم. تقدروا ديريهم في ميكروهوند من شويه معلقه ديال الزيت صغيره، تقدروا ديريهم في حمام مريم. اول حاجه غادي نبداو بها اننا غادي نقبطوا هذا المول هذا، وغادي نديروا له هكا. واخا يتقاس لكم الجناب ماكشي مشكل، لاننا هذا حنا عندنا به الغرض باش ندخلوه للمجمد باش يجمد لينا. دابا انا هادي كملتو، دابا غادي نديه للمجمد يجمدو، باش حيت غادي يجمد ان شاء الله غادي نديه الكوش الثاني باش تقبط مزيان. يقبط، حاولوا انكم ما تخليو حتى شي بلاصه هكا تبان. صافي ما بقى لي فيه حتى حاجه، دابا غندخلو المجمد. دابا غادي ناخذ هذا الكوكوس لو الجوز الهند، غادي نضيفو هنا، ندير القياس على حسب لي قدر ما يكفينيش، نبقى ندير هكا هكا حتى نشوف. كنجمع فيه
غادي نحاول نضيف حتى هذا، يعني باكيه غادي ندخل ليه هادشي كامل. الباكيه عندي فيها 250 غرام، وهذه فيها 397. هذا في كل بلاصه راه كاين عبر واحد ومقياس واحد. غادي نجمع عاوتاني هادشي، نحاولوا نخدموا يدينا شويه، لان اللي خط علينا اليدين هما اللي كيركزوا لنا على كلشي، وهما اللي كيتحكموا واش داك الحاجه هي هذيك ولا ماشي هي هذيك. ها انتما تبارك الله 250 غرام دخلت فيها طاسه ديال النيسلي. دابا هذا من بعد ما جمعته كنخليه تيشرب شي شويه، ما تخدموهش ديك الساعات واحد صافي. ها هو دا جمد واللي درت له الطبقه الثانيه. دابا هذاك الكوك ها هما درتهم كويرات، غادي ناخذهم وغادي ندير هنا وحده، كل وحده غادي ندير فيها ونضغطوا عليهم، لاننا غادي نديروا الشكلاط من الفوق عاوتاني. صافي هكذا حنا كملناهم. دابا غادي ناخذ داك الشكلاط هذاك نيت اللي صوبت به، هي باش ما بغيتش نهرق باش عاد نمسحه. حليوة بسيطة وكي مع الكوك كتجي لذيذة بزاف. صافي دابا غادي نحاول نقدهم، ينقدهم هي هكذا. حتى كيتعمروا لينا مزيان. دابا الجلده بارده عليها تتلصق لي. هذا الفائض هذا واخا يبقى ماشي مشكل، لاننا حنا ما غاديش نحتاجوه، غنوليو ندوبو. صافي ما كتبقى باينه لنا حتى شي حاجه. دابا غادي ندخلو المجمد، غادي يولي يجمد من بعد عاد غادي نفكوه من كيرجع بيض دغيا بالزربه، حيت هاد البلاستيكه مقلاصيه. اللي بغى يصوبها يخليها بعدا تدفى شي شويه عادي يكمل باش ما تغلبوش في التجماد. صافي دابا غادي ندير غير تمليسه خفيفه وغادي نردو المجمد. بالنسبه للثاني، الثاني كناخذ كره كنطلقها في الشكلاط، كنضرب عليها هكذا. تقدو تهزوها بيديكم وتزولوا الشكلاط الفائض وتوليو تردوها هكا،
اولا مباشره للشكلاط. كناخذوا الشكلاط كنمرمروه فيها بحال هكذا مباشره، غادي نديروه في هذا الكويط هذا. صافي غادي نديرهم في هذا الطبيصل اللي انا هما دوجتهم، وانا غادي نكملهم ونكمل الاخرين خرجوا من المجمد ونرجعوا باش نكمل الزواقه ديال هادو. غادي غدا معكم بالخطوات على ما نكمل انا هذا الشكل هذا. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوه ديال الشكلاط. المحبين الشكلاط هانتوما كيف كتجي. هذه اللي درت لها الشكلاط القهوي اللي مفتوح ديال الحليب، درت لها ديك دويدات ديال الشكلاط الاسود، وهذه اللي درت لها الشكلاط اللي دهنته ودرت خلته للمجمد وعمرته بالكوك ونيسلي، ومن بعد وليت دخلته للمجمد وليت دهنت دهنه ثانيه. وهادو الشكلاط درت واحد شويه ديال الشكلاط مدايب درته من الفوق وحطيت عليه ديك الطريف ديال الشكلاط اللي هكذا كيجيو عندنا من الداخل. ها هما هادو هكذا كتجي عندنا. هادي ثاني قسمتها على جوج بحال هاد الشكل هكا، والثانيه اللي كتجينا حتى هي كذلك بحال هكا. هانتوما يعني فاش كتذوقوهم كيجيو هائلين، ونتمنى يعجبوكم وسهلين بساط. وتشاركوني على القناه ديالي شهواتنا ديال الفاسيه، وان شاء الله مازال نزيدكم شي مسائل الى كتاب. والسلام عليكم.